بنقول ان احنا هنا في زي ما نقول بنحفر تاريخ، شاهدين على الحفر زي ما بيقولوا. بقول ان احنا محظوظين ان احنا جينا النهارده وشفنا الكلام ده كله موجود هنا. بقول للجيش المصري انت عظيم وهتفضل طول عمرك عظيم، والشرطه هتفضل طول عمرها عظيمه. مصر الحمد لله بتسبق يوم ورا يوم انها في انجاز. فبقول ان احنا كلنا لازم نفتخر بنفسنا. وجودكم النهارده كرياضيين دافع للعمال اللي شغالين في الحفر. احنا ما علينا، ان احنا بنرفع معنويات الناس اللي موجوده النهارده، ما فيش في ايدينا غير كده يعني. ان شاء الله نكرر الزياره مره واثنين، وانا شخصيا جاي باسرتي يوم السبت ان شاء الله.